بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. عند الرغبة بتغيير المحلول المغذي في أنابيب الزراعة المائية، يتم استبداله عادة كل 3 أسابيع إلى شهر. المحلول المغذي هنا منذ أن بدأنا بوضع النباتات في نظام الزراعة المائية بتاريخ 1/9، ولغاية اليوم احنا في نهاية الشهر العاشر لم يتم تغييره. الآن سوف أقوم بتغييره، وذلك بعدة طرق. أولا، ممكن أنه تفريغ الخزان وسكبه في المجاري، أو الاستفادة منه في ري السنادين الموجودة باعتباره أنه يحتوي على عناصر متكاملة ونستفاد من عنده بدلا من رميه. احنا عندنا المضخة هنا تقوم بدفع المحلول المغذي إلى بداية الأنبوب بواسطة خرطوم. قمنا بفصل الأنبوب عن الموزع هذا، ووضع توصيل خرطوم آخر يؤدي به إلى لدي هنا سنادين فوق سطح المنزل مزروعة بالتربة، وصلها بنظام قطارات. هذا الخرطوم وصلته بنظام القطارات الخاص بري هذه السنادين. سوف نقوم الآن بتشغيل المضخة، فسوف تسحب الماء من خزان المحلول المغذي ويتم توزيعه إلى السنادين المزروعة هنا في سطح المنزل. الآن وبعد تشغيل المضخة، هذه النطاطات تقوم بتوزيع المحلول المغذي إلى هذه السنادين. طبعا في هذه السنادين أنا زرعت بعض أنواع الأكاسيا، اللي أكاسيا لوسينيا وأكاسيا سورنتس أو المصرية. لدي هنا شجرة ليمون والبتونية، وكذلك النيم والمورينجا. طبعا حر الصيف كان شديد فأثر عليهم بنسبة كبيرة، إلا أن الصامد الأكبر هو الأكاسيا لوسينيا. ننتظر عدة دقائق لحين أن يفرغ الخزان، وبعدها نقوم بوضع ماء صافي ونضيف المحلول المغذي. بدأت بتصريف الماء. تقريبا نصفه بقي، نصفه لحين أن ينتهي ويتفرغ. نكون بهذه الطريقة قد استبدلنا المحلول القديم بمحلول جديد. وهكذا بالنسبة لبقية الأنابيب والخزانات تباعا. شكرا لكم.